جريمة غريبة صارت بمحافظة الدقهلية بمصر. 3 سيدات اعتدوا على رجل وهتكوا عرضه. لحتى تزيد غرابة القضية، 2 من السيدات الثلاثة هن زوجاته استخدموا خلال الاعتداء أدوات جنسية، والأمر اللي خلى الرجل أنه يرمي حاله من الطابق الثاني لحتى يقدر يهرب. محكمة المنصورة أعلنت عن الأحكام ضد المتهمين، والمصريين تداولوا فيديو للحظة النطق بالحكم. خلونا نشوف مع بعض. عجب نسوة وأخدان يخطفن رجلا ويغلقن الأبواب ويهتكن عرضه بالقوة ويعذبنه ضربا وركلا وبإطفاء السجائر في جسمه فيلقي بنفسه من الطابق الثاني فرارا من الجحيم. ومن تكون زوجتاه وصديقتان وأصدقاء. حكمت المحكمة حضوريا عدا السابع والثامن غيابيا، أولا بمعاقبة كل من هبة الله حسام الدين عبد الرحمن ووعد عبد الله المتولي الصباغ ومحمد مجدي محمود أحمد وفريد إبراهيم عبد الواحد محمد وأحمد إبراهيم إبراهيم عبد طنطاوي ومحمود شحاتة عبد العزيز مرق بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية. ثانيا بمعاقبة مها أحمد علي المغازي بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية. رابعا بمصادرة الأعضاء الذكرية الاصطناعية المضبوطة. رفعت الجلسة. الحادثة عملت ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، منها عاطف اللي غرد وقال يعني من الخبر حفلة اغتصاب وهتك عورة راجل، والسؤال من أين تأتي كمية الجرم هذه؟ كيف يتحد 7 من البشر على هذا الجرم شكلا ومضمونا؟ أسئلة محيرة حتى لعباقرة الطب النفسي. الحمد لله أنهم سيخضعون للمحاكمة، لعل وعسى أن تفك طلاسم هذه الحالة. أما رامي كتب أخصائية تمريض وماجستير تربية رياضية، دكتوراه بالقانون الجنائي، وبيعملوا جريمة أقسم بالله التعليم بمصر ولا لي أي 60 لازمة، غير شوية شهادات على الفاضي ولا بتغير من تفكير الإنسان. أما رضا كتب قانون عقيم وهو السبب فيما يحدث في مجتمعنا، ونطالب بتغيير هذه القوانين إلى الإعدام بدون رحمة أو شفقة ليعتبر من تسول له نفسه على فعل هاي الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. بنفس الجلسة أعلن القاضي كمان عن حكم مؤبد لرجل هتك عرض بنته اللي عمرها 16 سنة. جرائم من هذا النوع بتهز المجتمعات وبتفتح أبواب من خلالها بتطل أسئلة عن الأسباب الحقيقية لانتشار هذا النوع من الجرائم. برأيكم مشاهدينا، شو هي الأسباب اللي بتؤدي لانتشار هيك جرائم بالمجتمعات؟